في هذا اليوم يا الميمون يا الرابع يا والعشرين من شهر رمضان، نحن في سوق دالو في مدينة يا إرجابو، حاضرة يا إقليم السناج يا شمال الصومال. أنا محمد ياسين والأخ الطالب يا سلمان أحمد حسن أحمد يا اشترينا سلة يا غذائية للأسر المحتاجة يا برعاية مركز يا دراية بإشراف الشيخ الدكتور يا سليمان يا الدبيخي بواسطة الشيخ ناصر يا القفيس مع حسن العمل. وهذه السلة الغذائية تعتبر منهم يا مشاركة للإدخال الفرح والسرور في قلوب الأسر المحتاجة في هذه المنطقة في هذه الأيام الفاضلة العشر الأخير من شهر رمضان. والآن نحن نذهب لمكان تجمع المعينين بهذه السلة الغذائية. والآن نحن وصلنا في مكان التوزيع الأغذية، والأسر التي نوزع بها هم 45 عائلة وتتكون السلة من بين أرز ودقيق وتمر وزيت. نشكر بعلمائنا يا الجلاء، والآن نحن نبدأ التوزيع. أولا نشكر للإخوة محمد وسلمان، ونشكر ثانية لإخواننا السعوديين لمساعدتهم أرض الصومال بمناسبة الجفاف الذي أصاب عن أرضنا، ونقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، ونتمنى من الإخوة مساعدات فالحاجة أكثر من ذلك، مساعدات أخرى فالحاجة أكثر من ذلك، ونطلب مثل حفر الآبار فقلة الماء أشد حاجة هنا. ونشكر لكم ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء.